بينما يقضي الأطفال نهاية عطلتهم الصيفية في أوقات اللعب والمرح، تجتمع مجموعة من الأطفال في إحدى القاعات الصغيرة بمدينة الفلوجة. لا يبدو أنهم يلهون أو يلعبون كما يلعب الأطفال الآخرون في الشوارع. بدلاً من ذلك، يجلسون متركزين بشكل كبير، يغمضون أعينهم ويحركون بأيديهم وهم يتعلمون تقنية السربان. صراحة قبل الحساب الذهني كان روتين طبيعي نفس كل البشر، عاد بدينا شوي شوي الدورات ونشتغل على الحساب الذهني والأستاذ ينطينا واجبات، فبدأنا نهتم بالحساب الذهني ويعني 3 ساعات أو ساعتين باليوم نتدرب. كل البنات اللي بعمري أنه خلي يفوتون يشاركون بالمسابقات والفريق، ممتع ومفيد جداً ويفتح لكم هواية أبواب. تزداد مهارات هؤلاء الأطفال في استخدام السربان يوماً بعد يوم، وهم يتلقون تدريباً مكثفاً من مدربين محترفين يقومون بتعليمهم كيفية استخدام السربان وتنفيذ العمليات الحسابية الصعبة بسرعة وبدقة. حصل أبطال مدينة الفلوجة على المركز الأول وعلى مركز الأبطال في مادة الحساب الذهني، وأيضاً حصلوا على المركز الأول في جائزة نوبل في أربيل للابتكار والاختراعات. قبل كانوا الأهالي عندهم غير نظرية على الحساب الذهني، إنه يسوي توحد أو يسوي غير. بالعكس لما اطلعوا وشافوا إنه صار موضوع كلش كبير وكلش ضخم ويفيد الطالب بالتركيز، قوي التركيز عنده، صار أقبال كلش قوي من قبل أولياء الأمور. ومع مرور الوقت بدأ هؤلاء الأطفال يشاركون في مسابقات الحساب الذهني على مستوى محلي ووطني، ومع كل مشاركة يصبحون أكثر ثقة بأنفسهم ويثبتون مهاراتهم المتزايدة. ليس فقط أنهم يشاركون في مسابقات الحساب الذهني، بل للذكاء الاصطناعي نصيب من ذلك، حيث حصدوا المراكز الأولى بين المشتركين. طبعا احنا شاركنا مسابقة معهد نوبل في أربيل وحصدنا المركز الأول بعديد من المشاريع. واحدة من هذه المشاريع هذا المشروع اللي هو مشروع تحسس الغاز. هو فكرته أنه يمنع أي تسرب للغاز هو يتحسس ويعطي تحذير عن طريق الضوء أو عن طريق اللي هو الهزاز. إن رحلة هؤلاء الأطفال في عالم الحساب الذهني ليست مجرد تطور عادي فحسب، إنما هي قصة تجسد روح الأسرار والطموح في وجوه أطفال مدينة الفلوجة وقدرتهم على تحقيق المستحيل. من الأنبار أحمد فلاح، قناة التغيير.